ايه يا ماما في ايه؟ اغاني في رمضان في رمضان. وايه يعني اغاني في رمضان؟ حرام يا حاج. هو ايه اللي حرام؟ يا ايه يا بيه؟ يا عودي في ايه؟ يا في ايه يا ابني؟ في ايه يا ماما؟ بنسمع اغاني والله. لا ما ينفعش يا ابني. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ الاغاني حرام في رمضان. مين اللي قال الكلام ده؟ هتقولي بس كده مين اللي قالك كده؟ انت جاي عايزه ايه؟ جاي عايزه ايه؟ اضربك. الاغاني مش حرام. بس عايز ايه من الاخر؟ خلصي خلينا نكمل الاغنيه يا عم هتخلص. اسمع تاني هو علمك ايه عليك يا بوم؟ ما خلصي يا قليل ادب. انت علمته؟ علمت مين؟ علمت حد ولا اتكلمت مع حد؟ طب عايزين نشوف هنعمل ايه. طب احنا عايزين نفسك انت وحواصلك. مين 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 اللي في زيادي الاخلاق بتمواطير؟ مين مين مين؟ اصبر يا ولد. عايز ايه؟ ما تقولي عاوز ايه يا حاج. مش قادر اعمل فطار. وبعدين شوفوا انتوا هتعملوا ايه. هنعمل حواجبنا. يا ايه الادب يا سيف؟ يا اقول لك ايه؟ طب ما هي زكي ما تشوف هتعمل ايه ولا ما انا ما اعرفش. وانا طباخ يا ابني. شوف انت هتعمل ايه. مش قادر اعمل اكل والله تعبان. امال دي بتعمل ايه؟ طب ما تشوفي دي تجيب لنا صك صغيره يا ابني. ما تعرف تعمل حاجه؟ مفيش حاجه في الثلاجه تعمليها اي حاجه؟ مش قادره والله اقف رجلي وجعان. خلاص انا عندي حل. اقول لكم ايه الحل؟ انت بقى تجيبوا حاجه يعني؟ ايه الحل؟ اقول لكم ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل في المحل. وانا نفسي كده اتقل. هنعمل بقى السفاله دي. بص هقول لك. احترم نفسك يلا. بص هقول لك. ايوه اعمل دلوقتي. هتروح على اوضتك هتقول للدادة هتجيبهم دادة يابا نص لسان. اه طب خلاص 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 ابن خلاص 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 طب خلاص 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 ابن خلاص 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 صدقوا انتوا حبيبي عملي ما تربطوش يا خلاص ما تربطوش يا اسمع انتوا مش هتعملوا على بعض. انا والله عندي فكره. عندي فكره جامده وهايله وتحفه وخطيره. اسمك زكي. انت عشان ما تنضربش انت وهو. انا هعمل لك الاكل. انا هعمل لك الاكل والله العظيم هعمل لك اكل احلى اكل. سيب الطلعه دي عليا. واثقين فيا؟ واثقين. واثقين. اسمك زكي. زكي واثقين طبعا. هجيب لكم اكل على الفطار تحفه. ايه بقى؟ استنى اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا هروح اجيبها لكم بسرعه واجي. استنوني. طب خدني معاك. طيب يا ترى هيجيب لنا ايه ده؟ هيجيب لنا ايه؟ انا اوسكار يا سيدي باختيار. زكي اكيد هيجيب حاجه حلوه. هو زكي. ايوه يا بنتي انا جبت لهم الاندومي الغالي ده اللي انت قلت عليه. اللي هو كيس ب 100 جنيه. بصي ده انا هصور لك بقى بعد ما اعمله واوريك شكله. هخليهم ياكلوا صوابعهم ورا. يلا يلا عشان انا داخل دلوقتي. سلام. جبت لنا ايه بقى؟ مش هقول لكم انا جبت ايه، خلوها مفاجأة بقى هعمله واجي لكم ناكل على طول، يلا نادي لابويا وماما بقى. أيوة بقى، أيوة بقى، أيوة بقى وهنعمله. ما أنت ما بتفتحش بسهولة، ما أنت غالي. 100 جنيه على إيه؟ أنا ما أعرفش. يا نهار أبيض بقى. غالي، مش زي الرخيصة ب 4 جنيه. إيه ده؟ شكلها ملح دي. كل دي صلصه. الله ده شكلها هيبقى طعمه لذيذ. كل دي صلصه. لا ده احنا نفضي بقى. تعمل ازاي ده كده اهو؟
احلى صلصه دي ولا ايه؟ لسه فيها شويه، لسه فيها شويه. اعمل ايه؟ ودي ايه دي؟ عامله زي الشوربه كده. ماشي، ده انتوا هتاكلوا صوابعكم ورا. يلا بقى، انا عايزكم تاكلوا الاكله الجميله دي وتقولوا لي رايكم. ماشي، عايزكم ما تتكسفوش، قولوا رايكم. حبيبي يا زكي، من انا والشيف. ايه ده؟ مش قادر على الاكله دي. حبيبتي حبيبتي اللي لقيت. الله يحرق. قطع علاقتي بيها. انا شويه. اقطع علاقتي. بقي بقي. انا مش هقوم، مش هقوم. انا مش خش يا غبي، ذكي، خش يا غبي. ده ظلم بقى. يلا يلا خلص. ما تذكرش تاني. تاني؟ طب ما احنا نخش. أنا بقى. لا يا مية، استنوا بالراحة. شوفوا بقى. لا أنا على الدور. ده أنا فضيت الحنفية. خش يا ست تاني. خش أنت تاني. هستحمل شويه يا جماعه. لا اصبعي بقى كده كده، استحمل بقى. انا عارف ان زكي غبي وهيودينا في داهيه، ده بس ده يعمل اكل ده. منك اللي انا رجعت له بعد. ما كانش قصدي، قلت لكم بقى انا خلاص. حد يبقى صايم وياكل بشطه كده. ايه ده؟ هو جابه منين البتاع ده؟ انا ما سالتوش جابه منين ولا مين اللي جابه له؟ ما انا قلت لها يا بابا دي. قلت لها هي، ما حدش قال لي انا. قال لك كنت قلت لي كنت ما تاكلوش. قال انا رايح اجيب اكل وما اعرفش هعزمكم على ايه، ما اعرفش. جميل قوي. ده انا قلت له مش قادر اعمل يا ابني اكل، هات اعملوا اي حاجه ولا هاتوا اي حاجه. قال انا هعمل انا اكل. ما كنتش اعرف. واثقه فيا؟ قلت له واثقه فيا. ما كنتش اعرف ان هو حراق كده، منها لله. ما كانش يعرف. حبيبتي اللي قالت لي هاتوا وتعطوا لهم وهم انت منك لله انت وهي، ربنا ينتقم منك. ما دخلتيش فيها يا ماما. اه ما دخلتيش فيها. ما دخلتش فيها. ده زكي، انا بقول لك ده مش زكي، عايز اقول لك ده مش زكي، من زكي من زكي. ده غبي. ما تغلطيش في ايه؟ انا عندي ورا اللي جبته انا اللي اكلت، ما غلطتش في حد. منك اللي انا سبت، انا مش عارف. ما كانش عاوز، قلت لكم انا كمان كلت معاكم. مش عارف ان ابوك عنده البواسير وتعبان. بطني وجعتني. ياما انا، ياما ما كانش قصدي. ياما لو كان عامل له ايه بقى؟ من نور الله. انا ايه اللي بجد؟ والله ده والله. قوم بقى، قوم بقى. قوم اعمل ايه؟ قوم. انت سمعت كلام الكلام؟ بقول لك مين اللي قال لك؟ عايز ايه يا ماما؟ قوم. وبعد ما قوم، قوم. ها يا ماما في ايه؟ قوم تعالى. اه اجي فين؟ تعالى تعالى. بص بقى، اللي هات لك دي وخلتك فطرت لنا كده شطه، روح لها بقى هناك. طب بص استني بس. يا ماما يا بنتي. يلا استني بس. يلا يا ماما استني بس. اروح فين؟ يلا ماما استني بس. طيب طيب بالراحه. يلا روح عندها خليها تشبع بيه، وانت اشبع بيك. منك اللي انت كمان. الو، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كويسه؟ طيب انا كنت عايز اقول لك على حاجه. اقول يعني؟ طيب مش عايز اعرفك تاني يا تربيه وسخه يا حيوانه يا جزمه. ايه علاقتك بيا؟